قرار الرئيس المصري المفاجئ بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر عن المجلس العسكري وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية والذي قضى ببطلان انتخابات مجلس الشعب لا يزال يثير الجدل. فهل سيؤدي إلى أزمة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري أم أن الأمر سيقتصر على أزمة سياسية قانونية جديدة في مصر؟ قرار وصائب، قرار ممتاز، ما كانش أساسا من سلطة التشريع، ما كانش المفروض تروح للمجلس العسكري. ما ينفعش نقول من رجوع مجلس خالص، لأنه هو أصلا كان باطل وهم عارفين أنه هو باطل، إزاي يرجع مجلس؟ فما ينفعش أصلا. المسألة دعت المجلس العسكري إلى عقد اجتماع طارئ لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس المصري. من جهتها اجتمعت المحكمة الدستورية في أعقاب صدور القرار الجمهوري للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه.